رفعت البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة درجة الاستعداد القصوى قبيل بدء الرحلة المقدسة وتفويج الحجاج إلى مناطق المشعر. وقد نظمت البعثة الطبية قافلة طبية بأحد أحياء مكة المكرمة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لآلاف الحجاج المصريين بها. حالة استنفار قصوى شهدتها مقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة قبيل بدء الرحلة المقدسة، تخللتها ندوات دينية وتوعوية وخطط تفويج الحجاج ومسيرتهم للمشاعر، إضافة إلى قوافل طبية تم تجهيزها وإقامتها من قبل البعثة الطبية المصرية بمنطقة العزازية بمكة المكرمة لخدمة آلاف الحجاج المصريين بها، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للحجاج أينما كانوا. بنعمل قوافل طبية لأماكن تواجد المصريين في مختلف أنحاء مكة، وإحنا النهاردة في قافلة طبية في منطقة العزيزية فيها تجمع مصري كبير. إحنا دلوقتي بنقدم لهم خدمة طبية من عن طريق العيادات الطبية وصرف أدوية ليهم وتوفير ندوات صحية تثقيفية لتوعية الحجيج بخطر الإصابة بالأمراض المعدية وتجنب الإصابة بضربات الشمس، علشان لما يطلعوا عرفة إن شاء الله يأدوا مناسكهم بسهولة ويسر. الحمد لله برضو نقدر نقول إن احنا موفر لهم كل الأدوية بالكامل المتوفرة عندنا في العيادات في الأماكن. القافلة النهاردة إن شاء الله شغالة معانا من الساعة 11 الصبح لغاية حوالي الساعة 9-10 بالليل إن شاء الله، بحيث نقدر نستفيد بأكبر عدد قدر ممكن. معانا الدكاتره برضه في تخصصات عشان لو حد احتاج تخصص معين، احتاج اي حاجه معينه، الدكاتره موجوده معانا. كل الادويه بالكامل الحمد لله متوفره موجوده، مفيش فيها مشاكل خالص، عشان يعني الحمد لله بنقدر ان احنا كده غطينا كل المصريين ان شاء الله بالكامل. معظم الحالات المرضيه التي استقبلتها القوافل الطبيه بمقر اقامه الحجاج المصريين تعاني من اجهاد ونزلات برد. نديهم الحاجات اللي هي تناسب بس حالتهم بالظبط، عشان احنا مش عايزين ندي ادويه عنيفه تقلل من مجهودهم، عشان احنا عندنا مناسك ان شاء الله، فيعني بيبقى عندهم الطاقه كده لاداء المناسك، بس بالاسلوب اللي يخليهم ان شاء الله يخفوا بسرعه. والحقيقه كل الناس اللي خدوا علاجات يعني لقيناهم بالمتابعه بتاعتهم لقيناهم الحمد لله بقوا احسن كتير. التنبيه على شرب الميه والسوائل التعويضيه علشان الحر، وعشان السوائل اللي هو بيفقدها نتيجه الاجهاد والحركه المستمره والتعرض لأشعة الشمس وكده يعني. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين عبروا عن امتنانهم لما قدمته البعثة الطبية المصرية من خدمات علاجية ووقائية لهم بمقر إقامتهم. ناس كويسين صراحة وخدمة مميزة وأحسن ناس هنا، وبناخد علاج ببلاش أوي، ونشكر الخدمة الطبية ونشكر مصر كلها والله. سايبيننا وما شاء الله عليهم وفرحة تمام التمام. لا طبعا استفدنا حاجات كتير جدا، وفهمنا حاجات احنا ما فهمناهاش، على اساس دورات المياه هتبقى مشتركه بين ناس كتير جدا. طهروا المكان، اغسلوا ايديكم كويس، ما نبقاش في وش بعض لما مثلا حد يكون بيكح. ربنا رزقنا بالعلاج يعني، والحمد لله يعني، وناس كويسه والله هنا. قبيل بدء الرحله المقدسه، خدمات علاجيه ووقائيه تقدم من قبل البعثه الطبيه المصريه على مدار الساعه للحجاج المصريين اينما كانوا، لتوفير الاجواء الروحانيه لهم بشكل ميسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري.